الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لك يا رب على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أفضل كتبك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس فلك الحمد أنت أحق من ذكر ولك الحمد أنت أرأف من ملك ولك الحمد أنت أجود من أعطى القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والغيب لديك مكشوف وكل أحد إليك ملهوف دلت الفطر على امتناع شبهك ومثلك سبحانك يا ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير إنه على كل شيء قدير سبحانك يا ربنا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت بكل شيء عليم سبحانك يا ربنا رحمتك وسعت كل شيء وغفرانك وسع التائبون والمستغفرين سبحانك يا ربنا أنت الرؤوف الرحيم بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ما لها من غافر إلاك أذنبت يا رب وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك إن شك قلبي لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولها ولكنهه إدراك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك أتراك عين والعيون لها مدى ولا مدى لمداك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا غافر الذنب العظيم وقابل التوب تو قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك أن ترد تائبا حاشاك وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أسطر في ثنائك سيدي غير الصلاة مع السلام السرمدي قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أني بغير محمد لن أقتدي فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد شرف اللسان بذكر أحمد سيدي شرف اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره تكفى الهموم ونهتدي وحبيبنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله أما بعد أحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله
فتقوى الله عز وجل هي العاصم من القواسم، وهي النور تنجلي بها الظلمات. تقوى الله عز وجل هي سفينة النجاة التي تأخذ بأيدينا إلى شاطئ الله رب العالمين، حيث يقول ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى آخره من الآيات التي تحثنا على تقوى الله عز وجل. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد، وشر الأمور محدثاتها. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حديثي معكم اليوم عن الميزان. الميزان الذي ينصبه الله تبارك وتعالى للعباد يوم القيامة، يحاسبهم الله يوم القيامة على أعمالهم الذي قدموها في الدنيا. الأعمال هذه توزن عند الله تبارك وتعالى، ولا يكون في ميزان حسناتك إلا ما كان خالصا لله. فإذا ميزان حسناتك لا يزن إلا الأعمال الخالصة. رب إنسان يصلي لله تبارك وتعالى 50 أو 60 سنة لا يقبل من عمله شيء. وحديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله قبل من العباد سجدة واحدة لأدخلهم بها الجنة. فتسأل السيدة عائشة: وماذا يصنع في أفعال أو أعمال العباد يا رسول الله؟ قال: يأكلها الرياء والسمعة. إذن الرياء يأكل الأعمال، والسمعة حتى يكون الإنسان له صيغة بين الناس: فلان يقيم في المسجد، وفلان كذا، وفلان تالي للقرآن إلى غيره، أخذ سمعة وهو يحب ذلك، أحبط عمله وهو لا يشعر. الميزان من الأمور الصعبة جدا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم في 3 أمور لا يذكر أحد أحدا، 3 مواقف يوم القيامة لا يذكر الإنسان أباه ولا أمه ولا ابنه ولا زوجته ولا أخيه، لا يذكر أحدا. 3 مواقف لا يذكر أحد أحدا: عند تطاير الصحف، وعند الميزان، وعند الصراط. تطاير الصحف، لا تدري كتابك أتأخذه بيمينك أم بشمالك، والميزان لا تدري أيثقل ميزانك أم يخف، والصراط لا تدري أتجوز النار وتدخل الجنة أم لا. في هذه اللحظة لا يذكر أحد أحدا. إذن الميزان من الأمور الصعبة جدا على الإنسان. والميزان ورد ذكره في القرآن، وورد ذكره في السنة النبوية، ورد ذكره في القرآن. يقول ربنا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول ربنا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للميزان لسانا وكفتين. الميزان له لسان
لسان وكفتين. الكفة الواحدة تسع أطباق السماوات والأرض. الكفة الواحدة تسع السماوات بأطباقها والأرض. حتى قال سيدنا داود عليه السلام: يا رب، لما علم أن كفة الميزان تسع أطباق السماوات والأرض، قال: يا رب، ومن أين نأتي بأعمال صالحة تملأ كفة الميزان؟ قال: يا داود، إذا رضيت عن عبدي ملأت له كفة ميزانه بنصف تمرة يتصدق بها ابتغاء مرضاتي. نصف تمرة يملأ الله بها الميزان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد تحمد الله على الرضا، تحمد الله على ما أعطاك، تملأ هذا الميزان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرجل الحمال الذي كان يحمل للحسن البصري، يحمل له متاعه، وإذا به في الطريق طول الطريق يقول: الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. يقول له الحسن البصري: يا رجل، أو ما تفقه غير هذا؟ لا تعلم من التسبيح غير هذا؟ قال: يا إمام، إن العبد يدور في الدنيا بين أمرين، بين نعمة نازلة تستوجب الحمد، وبين ذنب صاعد يستوجب الاستغفار. فضرب الإمام كفا على كف ويقول: حمال أفقه منك يا بصري. حمال يحمل أمتعة الناس. تقول شيال: أيها الإخوة الأحباب، هذا الميزان لا يزن أجساما ولا يزن مناصب، ولكن يزن أعمالا، يزن إيمانا، يزن أخلاقا، يزن حجا وبرا، يزن صدقة وعمرة، يزن هذه الأمور التي ترضي الله تبارك وتعالى. فالميزان هو نقطة فاصلة في حياة كل واحد منا. كل واحد عندما يعمل أي عمل لابد أن يجدد النية لله: ماذا أردت بهذا العمل؟ أعمل حسابا لفلان أو علان؟ أذهب إلى كيران فلان أو هذا؟ اعلم أن هذا ضائع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والميزان يوم القيامة لا يأبه بالجسم الصخير، بالجسم السمين. وهذا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. العملية مش بالجسم. الوقوف بين يدي الله ليس بالمناصب ولا بالأجسام ولا بالأموال، إنما هي بالأعمال. وقد يكون الرجل نحيف ضعيف وهو عند الله له وزن وثقل. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يصعد شجرة الأراك فتهب ريح فتلقيه على الأرض، وكان ضعيف نحيف قصير، طوله ذراع، انظر إلى قلة حجمه. فضحك الصحابة عندما كشفت ساق ابن مسعود، كشفت ساقه، ساقه دقيقة تشبه قلم الرصاص. فضحك الصحابة رضوان الله عليهم من دقة ساق ابن مسعود. وكان النبي مطلقا رأسه ينظر إلى الأرض، ثم انتبه وقال: مما تضحكون؟ مما تضحكون؟ أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ والله إنها عند الله أثقل.
هذه الساق الضعيفة النحيفة، هذا الجسم الهزيل النحيف هو عند الله أثقل، مش جسمه كله لا، بل الساق وحدها عند الله أثقل من جبل أحد. أيها الأحبة الكرام، يوم القيامة لا يظلم ربك أحدا، اعلم ذلك جيدا. مهما قدمت من عمل صغير هو له قيمة عند الله. أهم شيء أن يخرج ابتغاء مرضات الله. يوم القيامة يخرج الله رجلا على رؤوس الأشهاد، ثم يأمر ملائكته هاتوا سجلاته، أخرجوا سجلاته، فيخرجون له 99 سجلا، ثم يقرره الله تبارك وتعالى، أهذه سجلاتك؟ قال نعم يا رب. أهذه أعمالك؟ قال نعم يا رب. أظلمك كتبتي؟ قال لا يا رب. قال ألك عذر؟ قال لا يا رب. ثم يقول له رب العزة سبحانه وتعالى العادل الرحيم: ولكن لك عندنا حسنة ولا يظلم عندنا أحد. ثم تخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، فعندما يراها العبد يقول له: يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا، ولكن لا يثقل مع اسم الله شاحبا. اسم الله تبارك وتعالى عندما يذكر لا يثقل معه أحد، لا يساويه أحد، لا يضاهيه أحد، إنه العلي القدير سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله توضع في كفة، و99 سجل في كفة، فتطيش 99 سجلا وتذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن هذه من المبشرات، وهذا الأمر لا يؤخذ على عواهنه، وإن شاء الله إن كان لي معكم لقاء آخر توضح هذه أو يوضح هذا الأمر في الجمعة القادمة إن شاء الله. إذن هي من المبشرات التي أكرمنا الله بها تبارك وتعالى بها. نحمد الله أننا مسلمون، نحمد الله أننا نوحده سبحانه وتعالى، نحمد الله أننا كل يوم نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا يا أحباب، أخلصوا نياتكم لله، أخلصوا أعمالكم لله، العرض عصيب والموقف رهيب والحساب عسير. إذا أيها الإخوة الأفاضل، جددوا نياتكم في كل أعمالكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذلاتنا وأن يجعلنا من التائبين الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم.